حديث يا شيخ: لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه، نرجو أن تقفوا معه. ليس في الحديث يشتهيه، وإنما الحديث: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط، وذلك من أجل أن لا تتعلق نفسه بالطعام، بل يأخذ منه ما يسد شهوته حتى يتفرغ للصلاة والخشوع. وكذلك إذا كان حاقنا للبول أو حابسا للغائط فلا يدخل في الصلاة، بل يتخلص منهما ثم يتوضأ ويصلي وهو مطمئن غير مشغول. نعم.